قطاع الصحة بولاية باتنا يتعزز بمشروع لإنجاز مستشفى جامعي جديد يتسع ل500 سرير، مشروع خصصت له مساحة 20 هكتار. شفتوا مستشفى الجامعي القديم اللي فيه 6 هكتارات وغير مقبولة وصغيرة وضعيفة بزاف، لا تلبي الغرض. اليوم في هذه القطعة الأرضية خصصنا 20 هكتار. إذن بعد اللي أخذنا آراء كل المصالح وأيضا آراء المنتخبين وآراء أيضا الأطباء والأساتذة والمختصين في المجال هذا واللي وافقونا، واللي اليوم رانا بعد اللي درنا اختيار الأرضية للمستشفى 500 سرير أيضا راعينا بعين المكان الظروف الأساسية التقنية ولا سيما منها الربط بمختلف الشبكات. هنا ببلدية وادي الشعبة اختيرت الأرضية التي سيتم بها إنجاز المشروع، أرضية جد ملائمة تتوسط عدة بلديات منها تازولت وفستيس وعين التوتة، مما سيجعله قطبا صحيا مستقبلا. يعرف الإخوة الاختصاصيين أنه هذا المستشفى جاء في وقته، لأنه المستشفى الجامعي الحالي أصبح لا يلبي كل حاجيات الولاية وحتى المنطقة، لأنه تعرف المنطقة هذه ولا ولاية باتنا تعتبر رائدة بامتياز في كل التخصصات، وهذا الشيء اللي خلاها مقصد كل المرضى من كل ولاية الوطن وحتى من خارج الوطن. إذن جاء في وقت هذا المشروع إن شاء الله. قلنا 500 سرير، شفتوا الآن تقريبا اقتطاع أرضية كبيرة جدا للمشروع هذا، تقريبا 20 هكتار. هذا شيء جميل جدا لأنه راح يكون فيه توسعة للمستشفى في المستقبل، ولا تكون فيه حتى أي شيء أخر إضافيا نزيدها. وسيتم الشروع في دراسة هذا المشروع الذي بات مطلبا لساكنة ولاية باتنا في مدة لا تتعدى 3 أشهر، من خلال الاستعانة بالدراسة التقنية الخاصة بمشروعي المستشفيين الجامعيين الجديدين لولايتي تيزي وزو وتلمسان.